ننهي من هون ستوريات محل ما بلشناها. بص حتى عليك مرمرة واحدة منك يا ريم، أنا يومي بيعدي بسلام بيعدي بسلام. أي ضحكة ببالي عندك ضحكة مهتم زعلاني، وكل ما الأحزان بتخلص بلقى نفس الحزن تاني، بس قلبي تاب من كل جدا يا جماعه. في الساعه 11 انا اذا عندي شغل بفي، انا شغيل جدا، كون مثل نور مار نشيط شغيل جدا، بس اذا ما عندي شغل بنام. فصباح الخير، رحت ستاربكس عشان هي وريحكم الله على التصوير. الى لا نسيت الستاربكس بالسياره. نزيل مره ثانيه. نزيل اخوي، نزيل، حسبي الله ونعم. اوكي ايه يا جماعة، خليكم جاهزين اليوم، مو اليوم خاص، اليوم في ستوريات وشغلات وحركات وباي. ليك شو عامل لحتى ساوي ستاند لحتى بلش كل مقطع، لانه في مقطع رح يكون رهيب رح بلشه اليوم. ما رح احكيكم والله شو فكرته، بقلكم ليش، بس اليوم العصر بقلكم ايش صار عندي بالخاص. لحظة شوي، ايش هاد؟ انا مالي فهمان ليش كل اللي عندي بالخاص عم بيقولوا لي اونور معقول انت فايق بكير؟ هلا حتى رفقاتي ها نعمل اليوم فايق بكير، ايش مصحيك؟ انت ما فايق بكير انا من زمان.